بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين في قوله تعالى ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة يتحدث عن المشركين يقول هؤلاء المشركون لديهم امران الامر الاول انهم يدعون ما يعبدون على انهم اناث. والامر الثاني ان يتبعون الا شيطانا مريدا. طبعا الصوره التي في القسم الثاني واضحه ان الانسان الذي يبتعد عن الله سبحانه وتعالى ولا يعبد الله ويشرك به يتبع الشيطان لان هذه دعوات الشيطان التي اراد فيها للبشر ان يبتعدوا عن الله سبحانه وتعالى وان يعصوه لكن في الصوره الاولى يقول ان يدعون من دونه الا اناثا يعني القران الكريم لا يريد ان يقول انتم وما تعبدون مهما كان شان عبادتكم هذا الذي تعبدونه هو اناث بالتاكيد القران لا يريد ان يقول ذلك ان يدعون الا اناثا القران يريد ان يعبر عن حالتهم يريد ان يعطي الصوره التي هم عليها ولذلك لماذا القران الكريم وصف ما يعبد المشركون على انه اناث من اين جاءت هذه يبدو انها جاءت من الواقع الذي عليه المشركون الواقع الاعم والواقع الاغلب ما هو الواقع الاعم والواقع الاغلب ان المشركين كانوا يسمون الهتهم تسميه الانثى يعني عاده الغالب عليهم انهم يطلقون اسامي انثويه على ما يعبدون وبعض المفسرين يقول لا هم لا يطلقون عليها اسماء انثويه دائما وانما حينما يعبدونها يعتقدون بالجنب الانثويه فيها وهاتان الصورتان او هذان الاحتمالان هما الاحتمالان اللذان يمكن ان يتجه اليهما بيان هذه الصوره يعني الـ الـ القران الكريم يقول ان انتم الا تعبدون أناثا يعني وإذا نعبد أناث ماذا يكون يعني ماذا يكون إن يدعون من دونه إلا إناثا يعني القرآن الكريم يريد أن مثلا ينتقد الإناث أنه أنتم حالكم حال الدعوة للإناث أو بتعبير آخر حالكم حال من يجعل يجعل موجهه ومعبوده الاناث يعني القران الكريم لا يريد ان يبخس الانثى حقها، الانثى لها فاعليه في الحياه بالطريقه التي اودع الله سبحانه وتعالى بها القوى الانثويه التي تتوافق مع المهمه الانثويه في الحياه لان البعض للاسف الشديد لا نريد ان نبحث هذا الموضوع لعلنا في فرصه اخرى نتطرق اليه، البعض يريد أن يساوي بين الذكر وبين الأنثى تحت عنوان أن عدم المساواة في كل شيء طبعا يريد أن يساوي ليس المقصود المساواة في الإنسانية لا في كل شيء حتى في الأعمال والأداء يقول أن العدالة تقتضي أن نساوي في بينهم في كل شيء بينما هو لا يستطيع أن يساوي بين الذكور يعني إذا كان يعتقد أن الذكور مثلا اذا لم نساو الانثى معهم يكون بخس لحق الانثى هو بالحقيقه لم يساوي بين الذكور نفسهم الذكور اليس هذا طبيب وذاك مهندس وهذا معلم وهذا فراش وذاك عامل وهذا فلاح هل متساوون الذكور بالتاكيد ليسوا متساوين انما هي الحياه توزيع مهام والانثى حسب المنهجيه الالهيه في اداء المهمات في الحياه انما اعطيت مهمه وقوى تتناسب مع تلك المهمه وهذه هي العداله ان الله سبحانه وتعالى لا يحمل مخلوقا اكثر مما اعطاه نرجع الى الصوره فاذا لا, لا يريد الله سبحانه وتعالى هنا ان يبخس حق الاناث يعني يريد يتمسخر من الاناث يقول ان يدعون الا اناثا ويريد ان يعطي صوره سلبيه عن الاناث ليس كذلك انما يريد ان يسخر من المشركين وليس من الاناث لكن السخريه من المشركين جاءت بصوره ادعائهم بالاسماء ان الهتهم اناث او انهم يتصورون الانثى حينما يعبدون يقول الله سبحانه وتعالى انتم آآ آآ حينما تعبدون حينما تعبدون تعبدون وانتم تخصون الاناث فيما تعبدونه يعني كان بامكانكم مثلا ان تخصوا اشياء اخرى قويه خارقه للعاده او ما شاكل ذلك اما انتم ذهبتم الى مخلوق له قدراته المعينه وله مهامه المعينه وهذه المهام والقدرات لا تتناسب مع الالوهيه أنتم الآن تريدون أن تعبدون ربا يخلق ويرزق ويحمي ويسدد ويوجه واختاريت مخلوق له قدرات محدودة في أداء هذه المهام أنتم في هذا العمل عملكم إنما اتجهتم اتجاها ليس مناسبا لما تريدون يعني بتعبير اخر ان الله سبحانه وتعالى الذي هو الخالق والذي هو المسدد والرازق انتم تجعلون في مقابله اناث مثلا انتم تجعلون الاناث في مقابله مثلا مثلا لو اردنا ان نتحدث عن شخص يريد ان يزرع فنقول له أنت أيها الفلاح جئت تزرع مثلا بملعقة مثلا أتيت بملعقة للزراعة هذا الكلام ليس استهزاء بالملعقة الملعقة لها أداء رائع في حياة الإنسان لكن هذه المهمة التي أوكلت إليك هذه لا تؤديها الملعقة ولذلك يعني لو رأينا الفلاحين كل عنده مثلا المسحات او مشاكل ذلك من ادوات الزراعه وواحد جايب له ملعقه نقول انت جاي تشتغل بملعقه ليس استهزاء بالملعقه وانما استهزاء بادائه واستهزاء بمهمته التي اعتقد انها تؤدي بهذه الاله كذلك هنا الله سبحانه وتعالى يقول لهم ان تدعون الا اناثا ان تدعون الا إن يدعون من دونه إلا أناثا يعني أنتم لما تركت الله سبحانه وتعالى بهذه القدرات اللامتناهية ورحت اخترت الأناث كي يكونوا ربا لكم وكي تشركونه مع الله سبحانه وتعالى صورة للسخرية منهم أنهم ما اختاروا شيء قادر على أداء كل المهام التي تركوها عند الله سبحانه وتعالى كل الاداء الذي كان عند الله سبحانه وتعالى وهو كما قلت القدرات, القدرات اللامتناهيه لرب العزه وجاءوا وضعوها في الانثى فهذه الصوره الاستعاريه صوره فيها نوع من السخريه من المشركين والحمد لله رب العالمين